في هذا. اوكي. على العموم بتكلم عن كيف اخترنا التوبيك هذا الكومبريهنسيف تريتمنت. طبعا الاخوان في المجموعه تواصلوا معي وطلبوا مني محاضره ما حددوا عنوان المحاضره. قالوا لي وش رايك تسوي محاضره مثلا عن الفينير او تسوي محاضره عن اي من التوبكس اللي الكل يحبها ترندز. انا قلت لهم اللي تبون، لكن انا اشوف ان موضوع التريتمنت بلان هو اكثر موضوع يحتاجه كل طالب في كل المراحل، يحتاجه كل طبيب، يحتاجه كل أخصائي، ويحتاجه كل استشاري حتى. لو تذكرون أو اللي لسه يدرسون الحين إنه طريقة التريتمنت بلان في الجامعة، ما في كورس مخصص يعلمك طريقة التريتمنت بلان بالتفصيل. كل الكورسات يعطونك محاضرة كيف تسوي تريتمنت بلان في تخصص معين. يعني مثلاً كورس البيريو يقولون لك how to establish it periodontal treatment plan، كورس البروس يقولوا لك how to make a prosthodontic treatment plan، إلى ما توصل مرحلة الكومبريهنسيف اللي هي سنة خامس أو سادس، وتلاقي نفسك مشتت، ما أنت عارف شلون تسوي، تربط المواضيع كلها في بعض وتسوي كومبريهنسيف تريتمنت بلان شامل، بمعنى شامل كل شيء. زي ما تعرفون مع الوقت راح تتأكدون إنه تريتمنت بلان أو الكومبريهنسيف تريتمنت بلان سكيل زيها زي أي جزء ثاني من الدنتستري. وأنا أقول لكم بكل صراحة، يعني أنا takes me years عشان أفهم الشيء هذا، إنه تريتمنت بلان هي اللي تفرق طبيب عن طبيب في الموضوع الكومبريهنسيف كيسز. فلازم نركز في البداية إنه كيف نعرف البيسك حق تريتمنت بلان. غالبا أي موضوع، اي موضوع في الدنتستري او حتى في اي فروع من فروع الطب، لازم تعرف البيسك قبل ما تتعلم الادفانس. لازم ترجع للبيسك دائما، ستيك تو ذا بيسكس. فحبدا المحاضره اليوم ان شاء الله اتمنى انها تكون مفيده للجميع، وفي اخر المحاضره حنخصص اسئله لكل الناس اللي يكون عندهم اسئله وحابين يسالونها. طيب التريتمنت بلان بشكل عام تنقسم إلى قسمين. ركز في النقطة هذه لأن أتوقع أنه هذه من الأشياء البيسك اللي المفروض الواحد ما يشوف أي patient إلا لما he knows the basic. طبعاً أنا بتكلم combined عربي مع إنجليزي، المصطلحات بقولها بالإنجليزي، الشرح العادي بقوله بالعربي عشان أتأكد أن الكل، أنا متأكد الكل عارف مش قاعد أقول، بس برضو عشان تعم الفائدة بتكلم combination عربي مع إنجليزي. فالتريتمنت بلان تنقسم الى قسمين. القسم الاول تريتمنت اورينتد موديل، القسم الثاني بروبلم اورينتد موديل. اوكي، خلينا نجي الحين لشرح كل واحده منها. انا كطبيب او كطالب او كشخص ابغى اسوي تريتمنت بلان، ايش اختار؟ اي واحده، تريتمنت اورينتد ولا البروبلم اورينتد؟ يعني الحين احس اني تايه اكثر من اول. خلينا نشوف وش التريتمنت اورينتد. باختصار التريتمنت اورينتد تجي جلس البيشنت على الشير بعد ما تاخذ الداتا وتسوي الداتا اناليسيس وكل شيء، وتاخذ الديموغرافيك داتا، تبدا تسوي اكزامينيشن للتيث. يعني مثلا توث نمبر 18 انت شايف انه في مثلا كلوزر كيريس وفي مثلا بادلي ديكيتور، انت تكتب اكستراكشن، ما تكتب الفايندينج اللي انت ملاقيها في التوث. على طول انت تحط تكتب في الورقه اللي جنبك او للشخص اللي ساعدك او الاسيستنت، انت تقول نمبر 18 اكستراكشن. اوكي، فانت شفت البروبلم بنفسك بس وسويت لها اناليسز في مخك، وعلى طول طلعت بالتريتمنت. اوكي، يعني انت ما اخذت الفايندينجز كلها او ما كتبت الفايندينج، ممكن اخذتها داخلك بس انت ما كتبتها بالتفصيل. فانت قلت 18 اكستراكشن، انت شايف ان التوث نون ريستورابل، وانت على طول اعطيت الجادجمنت انه ذيس از فور اكستراكشن. اوكي، هذا هو التريتمنت اورينتد موديل. يعني انت يو كيم اب وذ ا تريتمنت ايميديتلي، يو ديد نوت تيك اني تشانس تو فاينلايز تو فايند اوت البروبلمز كلها وبعدين تسوي لها اناليسيس. انت يو ميك يور اون جادجمنت فيرست. اوكي، هذا النوع الأول من التريتمنت بلان اللي هو التريتمنت أورينتد موديل.
النوع الثاني اللي هو problem oriented model، هذا هو اللي احنا حابينه، ودائما I encourage the students والدكتورز انهم يستخدمون هذا الابروتش. طريقته اتوقع انه اغلب الجامعات معتمدين هذا النوع، اللي هو تكتب الكلينيكال فايندينجز لكل توث، يعني مثلا توث 1A to close the caries، توث 1-5 substandard root canal treatment something like this. ما تكتب التريتمنت، تكتب الفايندينجز، وبعدين لما تكتب كل الفايندينجز تجي تجلس تشوف الكلينيكال فايندينجز وتقارنها مع الراديوغرافيك فايندينجز and you come up with a proposed treatment، التريتمنت المقترح بناء على الفايندينجز اللي لقيتها قدامك او شفتها سواء في الكلينيكال اكزامينيشن او الراديوغرافيك اكزامينيشن. فهذا النوع اسمه problem oriented model، وهذا هو اللي معتمدينه واللي most common واللي I really like to encourage my students to do it. أوكي، أتمنى تكون هذه النقطة واضحة. طيب نبدأ الحين بكيس سيناريو. الحين البيشنت جاك جلس في العيادة، في نوع من الانترفيو أنه تخلي البيشنت هو يكتب الداتا نفسها، الايج والجندر والريس والستاتس، كل الأشياء اللي أنت تبغاها تخلي يكتبها في ورقة بعدين تراجعها معه. هذه الطريقة الأولى اسمها patient interview. الطريقة الثانية إنه لا، إنه أجيب البيشنت وأنا أسأله عن كل التفاصيل بنفسي. أوكي، فإحنا نحتاج في البداية أول ما أجلس البيشنت نسأله عن الأشياء الأساسية اللي إحنا نبغى نعرفها. أوكي، وبعدين what do I need to know next، أحتاج أعرف الشكوى الرئيسية chief complaint، أحتاج أسوي clinical examination extraoral intraoral، أحتاج أسوي charting لكل التيث including the caries defective frustrations. هذه just an example، it's not like exclusion of everything، it's just an example what do I need to do. أنا أتكلم عن clinical examination، تسوي the period charting، تسوي كل شيء تسوي okay فيما يخص the clinical examination، وبعدها تقارن دائما radiographic examination. دائما في mistakes دائما تصير، أنا أعتقد أن حتى تصير مع الإكسبرت، إنه يجي يسوي clinical examination he sees something like a deep caries أو open margin he make his own judgment and this is we have to extract this tooth or we have to redo the crown. Okay, but you did not take a chance to look at the radiograph, ask for all types of radiograph like pano or PA or bite wing. You might find something that you never seen before, like peripical lesion, pathosis, whatever there. So never come up with a treatment plan without looking to clinical examination first, thorough clinical examination and radiographic examination. And then you can come up with a proposed treatment, okay? For subjective evaluation, زي ما قلنا أول إنه the chief complaint is number one. محتاج برضو انك تعرف something about the patient's social history عشان تعرف انت الشخص اللي قدامك what he's looking for exactly. So by doing that you should know the patient expectations of treatment. So once you get to know your patient you can start now talking about all other details. هذه الاشياء اللي you can take a screenshot if you want, but هذه الاشياء على سبيل المثال وش الأشياء الكلينيكال أناليسيز أو الكلينيكال فايندينجز اللي محتاج تعرفها في من كل لما تسوي كلينيكال إكزامينيشن، محتاج تعرفها عن البيشنت. دائما في الكومبريهنسيف زي ما قلت في البداية إنه أحيانا الواحد يحس نفسه ضايع لما يشوف كومبريهنسيف كيس، فعشان تحس نفسك إنه you get all details that you need to know you don't miss anything from the first visit, you should write this in front of you. See more. وبعدين الكلمة الأخيرة اللي POOPE. هذه لما تكتبها وتحفظها الكلمة هذه أول حرف من كل كلمة, it will never lose anything at all. حتتذكر كل شيء أنت تبغاه عن ال patient. أنت محتاج تعرف the chief complaint for sure. محتاج the medical history. محتاج سوي cancer screening و make sure that there is no pathology. تحتاج تعرف details عن restorative caries, defective frustrations, the saliva, salivary
flow rate, the endodontic status, the periodontal charting, the periodontal diagnosis and prognosis, the ortho. بعضهم يقول أنا طيب أنا في الكومبريهنسيف كيس مثلاً أنا ما أشوف حالات أرثو أنا أحول. That's right, but you need to find out if this is need a referral or you need to treat it by something else. So you should know about all common malocclusion like crowding, spacing, type of occlusion class 1, class 2, occlusal plane. وبرضو لازم تعرف البروستودونتيك والأورال سيرجري والاستاتيك. لازم تحفظ إذا تبغى نصيحتي إنه هذه letters it will help you a lot, it will guide you a lot to make a comprehensive finding. عشان تسوي successful treatment plan, you have to find or you have to create a problem finding list. زي ما قلنا إحنا you cannot jump to the final treatment or to the proposed treatment without having a very good clinical and radiographic examination. So planning, decision making, delivery of good treatment. Okay. طيب الحين أخذت كل الداتا اللي أنا أحتاجها سواء radiographic أو clinical data. الحين محتاج أسوي جالس مع البيشنت محتاج أسوي treatment plan. Okay. عندنا treatment plan sequence we have to stick to. أنا اللي لاحظ دائما إنه when I ask someone what's your treatment plan, he divided to chief complaint, surgical, and after that surgical, non-surgical treatment, and then surgical treatment. So this is called discipline treatment plan or single discipline treatment plan. It means this is a treatment plan for perio. في البيريو أعرف chief complaint, بعدين أبدأ non-surgical. وبعدين إذا ما نفع عندنا surgical أبدأ بالsurgical treatment. نفس الشيء في البروس أنا أحتاج الchief complaint بعدين أبدأ non-surgical. عندي enough space, I don't need to do alveoloplasty or torii removal or anything, then there is no need for surgical phase. This is good for each discipline, but when we're talking about a comprehensive treatment plan, comprehensive treatment plan means you have to write a full discipline treatment plan, then you have to follow this sequence. First of all, I need to know my patient chief complaint very well. Okay, we'll go one by one now. So the patient's chief complaint من أول سنة في الجامعة هم يحفظون إياها إنه in patients own words, but not all words. يعني بعض الأحيان ما أبغى أكتب كل شيء قال البيشنت لأنه حضيع وقتي ووقت البيشنت. أنا أخذ بس الأشياء المهمة لأنه بعض البيشنت he will give you his story of life, ما راح يعطيك قصة حياته كاملة, فأنت ما تحتاج هذا كله. أنت what you need is what's important for your, what's gonna dictate your treatment, what's gonna dictate your comprehensive treatment plan. When the patient says his chief complaint, you have to listen carefully, you have to keep eye contact, and you have to feel your patient. What does it mean? It means لما البيشنت قاعد يقول لي for example والله البارح جاني ألم في السن ما قدرت أنام صحيت من النوم وراسي مصدع وإلى الحين مواصل, أكيد ما بقعد وأنا أكلم أناظر في الباب أو ما أحس. يعني لازم تحس في البيشنت, listen carefully, لأنه في بعض الكلمات تنقال في النص. It's very important to know the patient قال إنه أنا أكلت البارح وبعدين عورني سني. Okay, this is not spontaneous pain. This is triggering pain or patient or pain that comes with the triggers. Okay, so listen carefully to your patient. Keep an eye contact with your patient. He will appreciate that a lot. And feel your patient. لازم تحس في your patient. He will trust you. If he thinks that you give him attention, you pay attention of what he's saying, you feel him, he will trust you. Okay, so you have to keep this in mind. I think sometimes it takes us a year to understand this, but it's very important actually. شيء ثاني إنه الهيستوري في الكومبلين متى بدأ معك. بعضهم يقول لك والله بدأ معي الأسبوع الماضي بس وقف رجع للبارح. بعضهم بيقول لك توه يجيني الحين. This is important to analyze your data and establish your treatment plan. Okay, the chief complaint, احنا متفقين ان the first thing we start with, no doubt about this, it's something that you have to start with. But sometimes the patients
يجيك. He had a lot of issues. He had a high caries rate. He had a periodontal disease. He has a lot of defective restorations, and he wants a veneer. This is his chief complaint. I don't like my front teeth. They're ugly. I just want a Hollywood smile. Okay. Then you don't start with the chief complaint. This is something that you need to address other issues first, and then jump to the treatment, the chief complaint. So again, always we start with the patient chief complaint. If it's something that I can start with, but it's not always I have to start with the patient chief complaint. Okay? Okay. The second part of the chief of the treatment sequence is the medical or systematic care or systematic phase. Okay? So you have to take a step to know your patient. You have to know the patient's medical history, the physical status. ASA is you need to know your patient category based on his physical status. Healthy patient, mild to moderate, severe disease, controlled, uncontrolled. You have to know your patients before you touch anything. It's very simple, as simple as this. If you don't know his medical history very well, don't start with anything. Refer him to a physician. Okay? There are some treatment or some medical conditions has impact in your treatment plan. And there are some medical conditions they will affect your prognosis. For example, an antibiotic prophylaxis, it will not affect my prognosis, بس إنه راح تأثر إني ما راح أقدر أبدأ اليوم بس أقدر أبدأ الأسبوع الجاي. Okay? It will not affect my prognosis. ما راح تأثر على prognosis حق التريتمنت اللي أنا راح أسويه. بس I have to take a certain measures to control it, to make sure the patients take it before his appointment. This is an example. So you need to know what kind of issues. Some issues, it impact your treatment. Some issues affect your prognosis. For example, diabetes and xerostomia. It will affect my prognosis. I know if I do a comprehensive treatment plan or comprehensive treatment on a patient with a severe xerostomia, I know one year, let's say 8 months to 1 year from now, he will come back with a defective frustrations and caries all over. So this will affect my prognosis, okay? The paper هذه, it says, never treat a stranger. هذه مقولة مشهورة دائماً محفوظة, كل حافظها, خصوصاً الفيزيشن. بس وش what's the story behind this? إيش القصة اللي صارت؟ أنا ما أعرف متى تاريخ البيبر هذه, بس قديمة جداً. اللي صار إنه كان فيه في كلية الطب كان فيه اختبار. Patient عنده certain signs and symptoms, وجايب الدكتور ومجلسه في العيادة ودخل الطلاب واحد واحد. First student طبعاً عنده fever, عنده كل ال signs and symptoms اللي تتوقعونها. أول student يدخل يناظر في البيشنت, يفحصها clinical ما أعرف إيش, وبعدين يطلع ويعطي diagnosis. أول واحد غلط, ثاني واحد غلط, المهم كلهم ولا واحد جاب الكوريك دايجنوزز الى اخر واحد. طبعا ممكن تطلعون على البيبر هذا, نحط لكم صورتها. اخر واحد هي نوز ذا كوريك دايجنوزز, جلس دقيقه بس ما طول مع البيشنت وطلع وقال له اتس اريثيما ملتيفور الفاينل دايجنوزز. فقال له الدكتور يو ماست سي ذيس ساينز اند يو نو ذيس اند يو انت لاحظت انه هذا الشيء موجود. قال لا انا ما لاحظت شيء, اي جاست اسك ماي بيشنت واتس يور بروبلم, انا بس سالت المريض وش عندك وقال لي طلعت قلت لك. فسم تايم يو نيد تو توك تو يور بيشنت, يو نيد تو لسن تو يور بيشنت. اوكي, ذيس از جاست ذا ستوري بيهايند ذيس كوتيشن. اوكي, السكند فيس او ثيرد فيس الامرجنسي كير. سو ليتس سي have a case scenario, the patient guy, he has a pain, reversible pulpitis, this is your diagnosis. طبعاً the pulpal diagnosis, the periapical diagnosis, apical periodontitis, whatever. Well, patient uncontrolled diabetes, what can you do now? Do you start with emergency phase or you start with systemic phase? We know, and we don't do anything unless the patient is clear for treatment. That means
we don't touch anything if the patient is compromised. We know this from first year of dental school. But sometime if we know, ركز فادي, if we know إن إذا ما سويت شيء للpatient ممكن يأثر على صحته بشكل عام. يعني إحنا نحسب البنفيت مع الادفانتج مع الديسادفانتج. البيشنت هذا نحطه قدامي, البيشنت هذا لو سويت التريتمنت ايش الادفيرز افكت اللي ممكن يصير. طبعا انا متكلم عن امرجنسي تريتمنت, انا ما اتكلم عن اي, اتكلم عن سمبل امرجنسي تريتمنت لايك بلب اكستربيشن اور سمبل اكستراكشن اور سمثينج لايك ذس. انا اجيب البيشنت قدامي واحط قدامي البروز والكونز, الادفانتج والديسادفانتج, وايش الشيء اللي لو سويت, يعني الحين انا سويت تريتمنت للبيشنت هل ممكن يأثر على صحته بشكل كبير, او اني اذا ما سويت التريتمنت ممكن يأثر على البيشنت اكثر من لو اني سويت التريتمنت. هنا تبدا الحسبه. فغالبا اذا لاحظت انه التريتمنت او الامرجنسي ابروتش لاكيوت امرجنسي ابروتش اللي راح تسويه ما راح يريح البيشنت, وراح ممكن يخلي حتى يريح البيشنت اكثر, وممكن الميديكال كونديشن اللي عنده يصير لها كنترول لما يخف الالم. فانت تبدا بالامرجنسي فيس. اوكي, اي هوب ذس كلير. طيب اللي بعد الامرجنسي اللي هو التريتمنت بلان بريزنتيشن. انا الحين جبت الفايندينجز وعرفت كل شيء عن البيشنت, عرفت الشيف كومبلين, الهيستوري, الميديكال فيس, الامرجنسي, وكل شيء جاهز. ما احتاج اسوي ريفيرال للبيشنت واي احد, احتاج اني بس اوضح للبيشنت وش التريتمنت بلان, اسوي تريتمنت بلان بريزنتيشن. اوكي, ليش اسويها؟ لانه البيشنت لازم يعرف كل التفاصيل عن تريتمنت, يعرف اذا ما سوى التريتمنت هذا ايش الكونسيكوينسز اللي راح تصير. يعني ترى والله اليوم عندك بريبكال باثوزس, بريبكال ليجن, اذا ما سويتها ممكن بعد فتره يصير لك اكيوت انفكشن, ويصير لك سويلينج, ويصير لك, لازم تقول الكونسيكوينسز. الحين عندك small caries lesion, إذا ما سويتها مع الوقت راح تصير تحتاج ممكن root canal treatment. أنت تجلس مع البيشنت وتسوي presentation, case presentation أو treatment plan presentation. طبعا مش PowerPoint, تتكلم معه بشكل مباشر. أوكي, طبعا the most verbal skills for case presentation is asking questions. دائما البيشنت he will tell you something, you answer with a question. He tells you something, you answer with another question. Okay, and الحين I will show you an example of this. But before that, we know any treatment, we need to take informed consent before we proceed with any treatment. Okay? طيب, هذه just an example. Interview مع الpatient. الدكتور يقول له, Miss Martin, how can I help you? تقول, well, Dr. Lewis, I was interested in fixing some things. Okay, لاحظ, doctor is not answering, he's asking. Are you having any specific problems at this time? عندك مشكلة الحين؟ Yes, I have some soreness in this area. Okay, المفروض الدكتور وش يقول إنه, okay, يبدأ يسأل عن soreness. لا, هو يسأل, is there anything else? ليش الدكتور جاوب الإجابة هذه؟ ليش ما ركز على الإشيو اللي المريضة تتكلم عنها؟ لأنه he wants to know the patient expectation. يبغى يعرف البيشنت هذه جاي بس عشان الإشيو هذه وبس, ولا هي she is interested in a comprehensive treatment. This is something you need to consider. You need, as we said, you need to know your patient's expectation. Okay? سألها, is there anything else I can help you with? Well, yes, I don't like the way my teeth look when I smile. اوكي, الحين هي كان عندها pain وصارت interested في الاستاتيك. لاحظ انه من وين اخذها الدكتور لين وصلها, انه she is interested in something else, she wants to have comprehensive treatment plan, but first you need to solve or to address her issues first. اوكي, اوكي, well, Miss Martin, there are many things we can do to help you. First of all, how long have you been experiencing soreness? الحين رجع يسألها على المشكلة الأساسية بس بطريقة معينة, بحوار مؤدب. He knows the patient's expectation and what she exactly needs. Okay? And then خلاص بدأ يسألها عن details عن الissues اللي عندها.
وبعدين قال انه خلاص خلينا نبدا في السورنس اللي عندك والديسكومفورت فيرست. هنا يكسب البيشنت تراست. البيشنت if he trust you he will do everything he need, you want, but he needs to trust you first. اوكي اوكي. بعد تريتمنت بلان برزنتيشن نبدا باهم فيس اي كونسيدر ات اهم فيس. والطلاب اكيد اللي شرفت عليهم كلهم يعرفون ان هذا اهم فيس عندي. واي ويل نوت ليت يو ليت ذم جامب to the next phase without controlling the disease. Disease control phase is the most important phase. طيب ايش احتاج اعرف؟ لاحظ انا what do I need to know in this phase. I'm not saying what do I need to do in this phase, we'll come to this later, but I need to know what do I need to know. ابغى اعرف ابغى اسوي comprehensive exam like what we did before. Radiographic analysis, diet analysis. So it's okay. You ask your. I usually ask my patients. لما أشوف عنده مثلاً stains, heavily decayed teeth, a lot of issues. حتى لما أشوف xerostomy, أسألهم what's your diet. What إيش الشيء اللي دائماً you think إنه لازم تأكله كل يوم. فغالباً إحنا هنا في اللي لاحظته هنا في السعودية السودا. المشروبات الغازية هي أكثر شيء يشربونها. اوكي وبعدين نبدا ناخذ الالجينيت والفيسبوك ونسوي اناليسيس للكلوزال سكيم ويل ميك شور اف اتس ميوتلي بروتكتد اوكلوجن ولا لا. وي دونت نيد تو جو تو ذس ديتيلز ويل توك اباوت ات ميبي ان ا فيوتشر توبيك بات اتكلم عن الاوكلوجن. بس خلينا نتكلم عن الاشياء اللي تاخذها. اخذت كلينيكال اكزامينيشن سويت بعض الاسئله دايت اناليسيس واي نو البيشنت ناو اي كان تيك امبريشن تيك ا فيسبوك لوك ات ذا اوكلوجن ميك شور يو نو ايفريثينج. And then schedule next visit, okay? You take a photographs also. Make sure you have a good photographs. Because انت الحين قاعد تسوي treatment plan والpatient he's not in front of you. But you have his pictures in front of you. So you can establish a good treatment plan even if your patient is not present. Also take a good radiograph. And then articulate your cast. Okay, why do I need cast? احنا كلنا نعرف انه we need to take a primary alginate impression ونسوي لها pour up or pouring it up ونسوي لها mounting. بس ليش احنا what do I need to see? Always go to the basic. Always remember the basic. ليش انا اسوي لها mounting? Okay, انا ابغى اشوف generalized maxillary and mandibular relationship. I need to know missing teeth, tilted teeth. Remember, you will see a lot of things, and believe me in this, you will see a lot of things al cast wal articulator ما شفتها في patient mouth. حتكتشف انه في something, oh, how did I miss this? كيف انا ما لاحظت مثلا ان the space اللي موجود هذا انه ما في intraclusal space لو بسوي crown في lower. لو في missing tooth number 3-6 وتجي تبي تسوي crown بس ما في space tooth number 2-6 supra erupted. You will miss a lot of things if you don't do cast analysis. I need to check the occlusal plane. Although I check my occlusal plane in the patient mouth, I need to recheck my occlusal plane. Note the terminal teeth. Can they serve as abutment? عشان كذا حنتكلم الحين عن the terminal teeth and the importance of terminal teeth. Terminal teeth يعني الأسنان اللي جاية في الأخير سواء السكسز أو السبن. If RBD considered, you need to survey the cast and make sure that there is no tissue undercut. Okay, so what I'm saying now is all basic, but you need to refresh your information on basic. Also, with the implant consideration, you need to do space analysis. Now, what's the next step? Next step is wax up. Never start any case, any comprehensive case without a good wax up. Diagnostic wax up again. What do I need? Why do I do wax up? It's a precise representation of the desired outcome. يعني هذا كيف حيطلع شكله في النهاية؟ حيطلع شكله بالشكل هذا. هذا حيساعدك في إيش؟ إنه تعدل إذا يحتاج تعديل. تسوي present it to your patient. Also, the wax up. It's going to guide you for the final contour. وراح يقول لك إذا تحتاج تسوي. Either if you need to open your vertical dimension or you need to restore on the existing vertical dimension that you have. It will give you
an idea if you have enough space for the restorative material, or you have to open your vertical dimension. Okay. Also, you need to adjust your occlusal plane or occlusal scheme. تقدر تسوي منها preparation stent سواء للpreparation تقدر تسوي منها stent سواء للpreparation أو radiographic stent أو temporary stent كلها تقدر تطلعها من الواكسب. وبرضو عشان تقدر تشرح للpatient كيف حيكون الfinal result إيش الأشياء اللي تحتاج تسويها. It's easy to explain to him. So going to this point, I said never start anything without a good wax up. Okay, unless it's a simple thing like a bridge or single crown, then you don't need. But if you're talking about quadrant or jaw arch, then you have to do wax up. Okay, you need to determine the key teeth. Key teeth, it means the strategic teeth. So for example, if we go back للصور اللي حطيتها قبل شوي, what is the strategic teeth? Always that teeth اللي مهمة للتريتمنت بلان حقي اللي if I remove it I will change my entire treatment plan. Usually الكناين والterminal teeth. Always الكناين والsexes. This is my strategic teeth. الanteriors important, الpremolars important, but it's not my strategic teeth. Strategic teeth أو الkey teeth اللي أبني عليها treatment plan كامل اللي هي الكناينز والterminal teeth سواء sexes أو seven. اوكي طيب احنا الحين لسه في الديسيز كنترول فيس. ايش الاشياء او وات تايب وات كايند اوف تريتمنتس اي كان دو ان ذس فيس؟ اجين وي سيد وي دونت تاتش البيشنت وي دونت دو اني ثينج انليس وي ادرس الديسيز كنترول. سو هاو فيرست نون سيرجيكال بيريدونتال ثيرابي البيريو ثيرابي سكيلينج وروت بلينينج والاشياء هذه اكستراكشن اوف هوبلس تيث hopeless teeth يعني الأشياء اللي الأسنان اللي I know it's not restorable اللي I know if I keep it for now during my disease control phase I will never get rid of the bacteria it will be a storage for my bacteria okay then I have to remove it it's not impacted teeth impacted teeth we're not talking about definitive or corrective phase we're talking still about disease control phase extraction of badly decayed hopeless teeth الأشياء اللي أنا I have to get rid of it عشان أنظف الـ patient mouth. Okay. أحتاج أسوي caries control فيه أكثر من form نسوي فيها caries control. I like Canberra. Caries management by risk assessment. هذه دائما نستخدمها عشان نحدد الـ caries severity و see high caries risk, low caries risk. ونقدر برضو نسوي medical model. لازم تقرونها بالتفصيل Canberra. ممكن تحفظونها وتقرون عنها. It's very important to know this. Okay. The diet analysis of fluoride as needed, oral hygiene extraction, and olary plaque index. طيب بعد disease control phase أنا سويت هذه الأشياء كلها. بجيب ال patient مرة ثانية. أتأكد إنه ال patient compliant. يعني قاعد يسمع الكلام. سوي oral hygiene بشكل كويس. إنه systemic illness حقه under control. وال plaque free surface improved to 85%. وما عنده probing depth أكثر من 4. والعدد البكتيريا أقل من قبل أقل من 50 Re-evaluation phase بعده corrective and definitive phase اللي هو ال actual treatment ال final restoration ال crowns ال bridges ال RBDs ال implants also in the corrective phase we don't place an implant during the disease control phase we حتى لو نتأخر it's okay we like to take our chance to treat our patient. And I give you my experience in private practice. The patient, they're not happy with this. They don't like, sometimes they don't like this approach. You know, طول في disease control phase على بال ما نوصل the corrective phase. We're going into the patients, he said it like قالتها بطريقة واضحة جدا أو بطريقة صريحة أنه أنت السعوديين قالتها كده أو أنتوا الاستشاريين بشكل عام صعبوا الأمور وهي بسيطة كيف؟ قالت أنا أروح لأي عيادة برا أقول أبغى زراعي يزرع لي على طول أنتوا لا تقول لي لازم تنظف اللثة لازم تتأكد أن فمك نظيف لازم تسوي لي كذا لازم تسوي كذا فأنتم صعبين الموضوع وسهل أنا أروح أزرع بألفين في نفس الوقت اللي أنا أبغاه في نفس الوقت اللي أنا أختاره من أول جلسة ف
فاي ثينك ذس از ا كرايم. يعني هذه جريمه انك تزرع او تسوي اي تريتمنت وانت لسه ما انت جاهز. ذس از ا مال براكتس، خطا طبي. اوكي، بعدين بعد الكوركتيف فيس المينتنس فيس، هذا اخر فيس من اور تريتمنت بلان. المينتنس فيس بالعاده نتاكد ان كل شيء تمام، البيشنت اللي هاي كيرس ريسك نسويه، واللي عندهم بيريو ديسيز نسويه من 3 إلى 4 شهور، نقدر نجيبهم ونشيك على كل شيء. طيب نتكلم شوي عن الإفكت. المهم جدا انه ما يكون في كونفليكت اوف انترست، تضارب مصالح. يعني لازم تعطي البيشنت الريلايبل تروثفل الانفورمد تريتمنت بلان. This is something that we all trust in our doctors, and for sure they will do this. ما راح يروح patient للprivate practice ويقول لا ما عليك I will do veneers وخليك من الأشياء الباقية ما راح تحتاجها. أو الأسنان مثلاً تكون محتاجة أورثو ويقول لا لا، لأنه ما يعرف يسوي أورثو، فيقول لا أنا ما يحتاج أورثو، أنا راح أسوي لك veneers. ف this is we're talking back to the ethical approach. Okay. طيب هذا الكتاب it's very important to know your treatment plan. غالبا اكثر الليكتشر جبته من الكتاب هذا. هل من حق الطبيب يرفض تريتمنت بلان او يرفض ان يعالج مريض؟ يس هي كان ريفيوز ان تريت البيشنت، بس الشيء المهم انه ما يكون بسبب عنصري، بسبب الريس او الجندر او اي شيء ثاني، انه لازم يكون سبب منطقي انه يرفض علاج البيشنت. اوكي طيب نتكلم اخر شيء، اخر نقطه عن الدنتال ريكورد. ايش الدنتال ريكورد؟ نحتاج كل شيء عن البيشنت، الجنرال هيلث، الدنتال هيستوري، النوتس، الداتابيس انفورميشن، راديوغرافز، الدايجنوزز، التريتمنت بلان، كورس اوف تريتمنت، تريتمنت نوتس، كونسنت فورمز، البيشنت كومبلاينت، البيشنت نون كومبلاينس، حتى المست ابوينتمنت يو هاف تو رايت ات داون. هذه الاشياء اللي لازم تحفظها عن المريض عندك في الكمبيوتر او في الفايل حقه او في المخزن حقك. لازم هذه النوتس تكون موجوده عن كل مريض. شوف اشياء كثيره بس مهمه ان تكون موجوده. البيشنت هي هاز ذا رايت تو سو يو اف هي ميست اني اوف ذيس. هل من حق البيشنت انه ياخذ الدنتال ريكوردز حقته؟ نعم، هي هاز ذا رايت تو تيك ات. اتس يور كول اف يو وان تو جيف with charge or with a free charge. But if you charge for this, you need to be a minimum charge. This is an ADA guidelines. حتى الـ periodic visit, you have to register it. Okay? طيب أنا كم أحتفظ في هذه الـ dental records؟ كم المفروض أحتفظ فيها؟ المدة كم؟ ما في وقت محدد، ولكن بعض شركات، خلينا نقول هذا النظام في أمريكا، لأنه بعض شركات التأمين زي الميديكيد يجبرون الدكتور أن يحتفظ فيها لمدة 3 سنوات. أنت دائما ما خلصت التريتمنت بلان ما ترمي الكاست، ما ترمي التريتمنت نوت. You have to keep everything with you. Documentation is very important. يعني this is a legal issues. خصوصا these days the patient they want to complain for nothing. ف you have to be careful. Take home message. واضح انه you need to collect enough information from your patient. You take your time. Don't rush things. Take your time for data analysis, for planning, or pay attention to every single thing. You need to know your patient. Get to know your patient. Avoid tunneling view. Tunneling view يعني يجيني البيشنت يقول I have this tooth broken down. أنا بس I focus on this tooth. I ignore everything else. ممكن البيشنت يكون عنده squamous cell carcinoma and I don't see it. So be careful. You have to look in a comprehensive way. طبعا هذا السؤال اللي راح يكون عليه السحب اليوم، الاخوان في الحساب ارسلت لهم السؤال هذا. اتوقع ان يعني الاجابه ان شاء الله تكون واضحه. Everything you do you have to maintain it for a long term. Last message is please stay home and stay safe. And if you have any question, هذه حساباتي في السوشيال ميديا، راح بأي سؤال أي اقتراح أي شيء أنا في الخدمة، وأتمنى أن قدمت لكم مادة مفيدة اليوم وجاهزين للأسئلة. الله يعطيك ألف عافية دكتور، شكرا على المحاضرة القيمة.